حقيقة استراتيجية تستهدف ثلاث أهداف رئيسية لبناء مصر الرقمية. الهدف الأول هو الخدمات الحكومية واستحقاقات المواطن لدى الحكومة أن تقدم بشكل مميكن محوكم وسهل. المستهدف الثاني هو إكساب أكبر عدد ممكن من المواطنين مهارات رقمية مختلفة وإثراء مصفوفة الكوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مقترن بهذا الهدف، الهدف الثالث هو جذب أكبر عدد من الشركات العالمية وتشجيع أكبر عدد من الشركات المحلية للتوسع في مقار وفروع ومراكز تعهيد لها في مصر. الفكرة في اتصال الهدف الثاني والثالث هو تخليق العرض من خلال التوسع في المهارات والكوادر المدربة، ثم تخليق طلب لاكتساب هذه المهارات وبالتالي تخليق فرص عمل أكثر. يمكن يعني ما يربط الثلاث أهداف مع بعض هو أنها جميعاً تتمحور حول المواطن. فاستراتيجية مصر الرقمية هي استراتيجية تتمحور حول استحقاقات المواطن وتلبية احتياجاته. من هذه الاستراتيجية بدأنا في العمل على أربع محاور بشكل متزامن وموازي. المحور الأول هو التعاون مع كافة الوزارات والجهات المقدمة للخدمات في الدولة لتبسيط الإجراءات وإعادة هندستها ثم ميكانتها وإتاحتها بشكل مرقمن، وححاول أشرح لحضراتكم منافذ تقديم الخدمة المختلفة. طبعاً دائماً متصل بتقديم خدمات مرقمنة أن ندعم البنية التحتية من حيث الانتشار ومن حيث الثبات والسرعة وبالتالي نفاذ أكبر عدد من المواطنين على المنظومة السيبرانية أو على الإنترنت. المحور الثالث هو تمكين أكبر عدد من المواطنين من المنافسة بفاعلية في سوق العمل في الاقتصاد الرقمي، سواء سوق العمل المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي.